الكرة تو في ميدان كبارات المحكمة الإدارية اللي كان عندهم فضل كبير في بناء الصورة الإيجابية اللي عند التوانسة تجاه المحكمة طيلة العشرين سنة اللي فاتت. صورة الاستقلالية والحياد والكفاءة والالتزام بحماية الحقوق والحريات. الموضوع أكبر بارشة من PDF وورد، وأكبر من قبول ترشحي مدى دائمة أو عدم قبولها. الموضوع يتعلق بشرف القضاء ومستقبل البلاد. السادة القضاة المحترمين أمام اختبار عظيم غير مسبوق تحت أنظار 12 مليون تونسي وأنظار العالم أيضا، باعتبار أن حكاية PDF تشرت البارح بشكل واسع في الخارج وأصبحت للأسف محل تندر في كل مكان. هما أمام اختبار الحقيقة، اختبار إعادة الاعتبار لكرامة المحكمة الإدارية ومشروعيتها واستقلاليتها وصورتها في أذهان التوانسة كحامية للحريات وضامنة للحقوق المدنية والسياسية المحمية بالدستور والمعاهدات الدولية والمصلحة العليا للبلاد والسلم الأهلي.